انا بس عندي شويه يعني بوينت كده عايز استفسر عنها، او يعني اعمل ريفريشمنت ليكو. احمد زكريا موجود؟ مهندس احمد. ايوه يا دكتور موجود. طيب باشمهندس احمد، عايز بس اعمل ريفريشمنت لل باشمهندس احمد. معانا؟ ايوه يا دكتور، مع حضرتك. حضرت حاجة باشمهندس احمد؟ قريت حاجة؟ جهزت حاجة؟ وانا كنت جايب المحاضره اللي فاتت، فسمعت المحاضره اللي حضرتك كنت محملها على اليوتيوب، بس لسه ما عرفتش اطبق اعمل. لسه ما طبقتش عامل. امال هطبق امتى يا باشمهندس؟ ممكن اطبق النهارده بعد المحاضره دي ان شاء الله. برضه مهندسة مريم ايوه موجودة. ايوه ده. حضرتي حاجة يا باشمهندسة؟ عملت برزنتيشن اللي حضرتك قلت عليها بتاعت الريفرنس السيتيشن وكده، وعملت برضو literature review. طيب تمام. حضرتي داخلة من على اللابتوب ولا من على الموبايل دلوقتي ولا ايه؟ من على الاثنين، انا بس بسمع من على الموبايل، بس ممكن اعمل يعني انت شير سكرين. بتسمع من على الموبايل كويس بس اللابتوب لا. انا عندي مشكلة في الصوت بتاعي. طيب المهندس محمد أحمد سيد مش موجود. موجود مهندس عمرو أشرف؟ مش موجود. مهندسة غيداء؟ مش موجودة. مهندس عبد الله؟ مهندس بيتر موجود؟ يا باشمهندس بيتر زاهر؟ يا باشمهندس بيتر، دكتور، مع حضرتك. حضرت حاجة يا باشمهندس؟ انا بصراحة دكتور نزلت، يعني اشتغلت شوية على المندلي وشفت المحاضرة بتاعت حضرتك ونزلت شوية ابحاث. بس انا كنت عايز اسأل حضرتك على حاجة. انا دلوقتي هو بس الابحاث اللي نزلتها في مجال الاي دي كارنت، هم حوالي 9 ابحاث، وان شاء الله المحاضرة الجاية اكون عملت الليتريتشر ريفيو. انا ما الزمتكش بابحاث معينه. اي ابحاث تنزلها زي ما قلت لك. وبعدين انت بتقول انت عامل البادي وعامل الكونكلوجن، بس مش عارف انا مش فاهم ايه سؤالك. يعني هو حضرتك قلت انا طالب ليتريتشر ريفيو لا تتعدى مثلا صفحه او صفحتين، تعمل سيرفي على سيتيشن وريفرنسز للابحاث اللي معاك. يعني مش عارف انت يعني. طيب المهم عشان ما نضيعش وقت كتير، عشان الزوم هيقفل، ولو سمحتوا لما بيقفل بنفتح تاني على نفس اللينك. انا الحقيقه طلبت منكم الايميلات عشان اعمل جروب على تيمز، عشان تيمز بيدينا فرصه ان احنا مش كل 45 دقيقه يقفل ويفتح تاني. بس للاسف ما قاليش، معظم الناس ما بعتتليش الايميل. طيب نعم، تمام المهندس بيتر زاهر موجود؟ تمام يا دكتور، أنا موجود. انت موجود خلاص. طيب المهندس احمد زكريا وصل دلوقتي؟ ما قال لنا ان هو ما حضرش الاسبوع اللي فات وما جهزش نفسه. المهندسه مريم، المهندسه هدى، هدى عادل ايوه ده دي موجود. دكتوراه؟ دكتوراه دي لا انا ماستر برضو. ماستر. تمهيدي يعني. انت اول مره تحضري معانا؟ انا الاسبوع ده اول اسبوع احضر. للاسف الاسبوع اللي فات كان عندي طوارئ في الشغل حضرتك فما عرفتش. انتاج ولا ميكاترونيك؟ لا انا انتاج، دفعة سنة كام؟ انا 22، جامعة ايه؟ أكاديمية أخبار اليوم، حضرتك شغالة فين دلوقتي؟ معيدة في أكاديمية أخبار اليوم. يعني خريجة ومعيدة في نفس الكلية. بالظبط. شفتي الحاجات اللي احنا طالبينها ولا لسه ما جهزتيش نفسك؟ هو أنا شفت بالفعل ال recorded session اللي حضرتك كنت اديتها المرة اللي فاتت، الليكتشر المتسجلة، ونزلت المندلي وسطبته عندي على الوورد، وحد يعني عملت كده البادي بتاع الليتريتشر ريفيو،
بس لسه ما يعني وحددت التوبيك المفروض كنت هتكلم على البرودكشن مانجمنت اند كواليتي كنترول، بس لسه بصراحة ما عملت لهمش، لسه ما عملتش اللي هو المفروض المين هارت بتاع الليتريتشر ريفيو، يعني ما عملتش اي تفاصيل لسه، لان برضو للاسف انا بالنسبه لي عرفت برضو اسفه متاخره، فما لحقتش اعمل اي حاجه. طيب هو ظاهر عندي انا اسم المهندس محمد المنياوي. هو مين محمد المنياوي؟ نعم يا دكتور. انت عندي في الاسماء اللي عندي، هو بس على زوم بس، تمام. انت اسمك ايه يعني عندك؟ محمد احمد سيد مصطفى. ده اول مرة تحضر؟ يا دكتور انا حضرت الثلاث محاضرات او دي الثالثة يعني. محمد احمد سيد. محمد احمد سيد مصطفى. ماشي، اللي انت اللي في الجيش. ها اه طيب، حضرت حاجة يا باشمهندس احمد؟ حضرت حاجة. هو أنا بصراحة السلايدز بتاعت البرزنتيشن اللي هي بتاعت السيتيشن ستايلز بدأت فيها كده يعني الساعة 2 كده، عملت فيها بتاع 12 سلايد أو 13 كده، طيب يعني انت وعملت زي اللي حضرتك قلته بالظبط، عملت ممكن نفس الحاجات اللي أنت كنت عاوزها. عملت ايه في البرزنتيشن؟ حضرت ايه؟ يعني دخلت على على جوجل وسرشت عن السيتيشن ستايلز، وعملت الحاجات اللي انت كنت عاوزها على البرزنتيشن، ان انا فضيت السلايدز وعملت الانيميشن اللي انت بتعمله وكده يعني. طيب فبصراحة كانت الدنيا لذيذة يعني. ايوه، الكونتنت بتاع السلايدات ايه؟ سيبك من الامور اللي هي الفورماليتي دي. عملت انترودكشن عن السيتيشن برضو، وبعد كده جبت او عرفت انواع السايت او طيب انواع طيب السايتيشن. طب احنا ليه بنعمل سايتيشن يا باشمهندس محمد؟ احنا بعمل سايتيشن عشان انا لازم اذكر الحاجة اللي انا جبت منها المعلومة دي طيب تمام. عشان ما تبقاش زي سرقة. طيب هي السرقة بسموها ايه؟ يعني ايه؟ مش فاهم. يعني اما واحد بيسرق مادة علمية من حد تاني بيسموه ايه؟ افتكرت بلوجاريزم، صح؟ ايوه مظبوط، انا كويس. ببسطها في السلايدز بتاع حضرتك اللي انت بعتها، لان انا قرأت في منها شوية وكده واستفدت يعني برضه. هي احنا بنسميها كوبينج ويزاوت اكنولجد، يعني انت بتعمل كوبينج من شغل حد بدون ما تعمل اكنولجد، والاكنولج ده هو انك تعمل سيتيشن. ايوه. ماشي، طب عندك فكره اما لا اما بنعمل ايه الفرق بين السيتيشن والريفرنس؟ الرب يعني احنا مثلا السيتيشن ايه الفرق بين الاثنين؟ السيتيشن والريفرنس ايه الفرق بينهم الاثنين؟ او حضرتك السيتيشن لو انا خدت معلومة معينة من مكان معين لازم اذكر المكان ده. طيب والريفرنس؟ الريفرنس بقى ده مش الريفرنس ده المفروض كتاب بيبقى فيه معلومات كتير لا بنقرأ منه. لا الريفرنسز، انا اسف انا سالت غلط يمكن. ما مش فاهم. الريفرنسز اللي هي جزء من شغلنا في مش بقصد مرجع معين، الريفرنس اللي هو المرجع اللي انت رجعت ليه، تمام. انما انت لما بتيجي تعمل سايتيشن بتربط بين السايتيشن والريفرنس عندك في المانوسكريبت بتاعك او في الرساله بتاعتك او في البيبر بتاعتك. ايه هو بقى الريفرنسز او الليست اوف ريفرنسز؟ بلاش نقول الريفرنسز. هو كل المراجع اللي المفروض البحث قائم عليها بتعمل فيه ايه بقى كل المراجع دي؟ بذكرهم طبعا في ال فين؟ في اسم في البحث اسمه ايه في البحث في البيبر مثلا في انهي مكان في البيبر؟ في اولها في في الاخر طبعا يا دكتور، في اخر سلايد كده. يبقى ده هو الفرق بين السيتيشن والريفرنس. المفروض اي عدد الريفرنسز اللي انت ذكرتها في الاخر يساوي ايه؟ يساوي عدد السيتيشن اللي انت ذكرتها في البيبر. يعني لو انت اتكلمت في البيبر عن 20 واحد، يبقى عندك في الليست اوف ريفرنس يبقى عندك 20 ايتم في الليست اوف ريفرنس. مظبوط، هو ده اللي انا مظبوط. كنت متوقع ان انا عايز اشوفه النهارده. انا عايز اشوف الليتريشر ريفيو في سيتيشن، وبعد ما تخلص الليتريشر ريفيو السيتيشن ده توريني الليست اوف ريفرنسز
وتقول لي ان انت استخدمت اي نوع من انواع الايه، انواع السيتيشن ستايل، هل انت استخدمت اي بي اي ولا ام ال اي ولا شيكاغو، وايه الفرق بينهم؟ هو حضرتك انا بس استاذنك ان انا اصلا الليتريتشر ريفيو انا ما عملتهاش، انا عملت البرزنتيشن بس. لا، البرزنتيشن دي مجرد حاجه كده بنقول لك ازاي تعمل برزنتيشن، انما مش الغرض، مش تاسك مطلوب مننا يعني. طيب المهندسه مريم جاهزه؟ يا دكتور، تمام. طيب يعني مش مهندسه، مهندسه هتقدر في البرزنتيشن بتاعتك تغطي لنا الموضوعات اللي انا بتكلم فيها دي؟ بتاع الريبورتيشن هنا. ايه الفرق بين السيتيشن والريفرنس؟ ايه الفرق بين الاي بي اي والام ال اي والشيكاغو؟ هو و انا بس في التايبس بتاعت السيتيشن، انا ركزت بس على الاي بي اي والام ال اي. زي اللي انا بعتها بس يعني، انا ما يعني انا كلمتش اصلا عن ال كمان الام ال اي ما يعني انا استوعبتها الاي بي اي، عشان حتى لما كنا بنشتغل في الريبورتات بتاعت الكليه وكده كنت بشتغل بيها، لكن الام ال اي ما استوعبتهاش قوي يعني. عموما هي الـ MLA بتستخدم في الهيومانيتيز أكتر منها في الساينس، فحتى لو أنت ركزت على الـ ABA كويس، مش وحش يعني. تمام. طيب تقدري تعملي شير بقى وتعرضي لنا البرزنتيشن بتاع حضرتك؟ ماشي دكتور، ممكن بس تديني الادمشن ان انا اعمل. انا عشان كده ما بحبش الزوم، لان انا الحقيقه واحنا يعني ممكن نشتغل جوجل ميت انا يعني برضو نفس لا، الشيء. انا عندي تيمز بشتغل فيه كويس يعني، انما وانا انا بقى يعني عشان ما عنديش الايميلات كلها يعني بتلخبط شويه بين الزوم، وما بحب اسود اعمل سويتش بينهم، بنسى السيتنج عشان سيتنج اعمل يعني. بنساه يعني. ف اديني بس فرصة ان انا ادور ازاي بعمل بفتح الشير. يعني انا اعملها في سيت اب بس هو عنده شوية شوف كده يا باشمهندس، تمام. كده السكرين واضح صح؟ بس افتح لك وعايز بس يدخل، مش عارف برضه انا عملت سيتنج ان اي حد يدخل في اي وقت، في واحد واقف منتظر. بيتر خرج ودخل تاني. يعني باشمهندس بيتر، احنا كده يعني هنفضل قاعدين؟ انت خرجت ودخلت تاني ليه؟ طيب اتفضل يا باشمهندس. تمام. أول حاجة بدأت فيها ال importance بتاع إن أنا بعمل citation. تمام. فأول حاجة إن إحنا عندنا، عشان يعني أنا عندي ال citation ده، بعمل أول حاجة عشان ألست فيها ال sources اللي أنا جبت منها ال information. تمام. أوريها لل reader اللي بيقرأ ال paper بتاعتي. تاني حاجة إن أنا أدي ال credit لل research اللي أنا خدت منه أصلا ال data ديت أو المعلومات. بعد كده ان انا برضو افويد البلاجيريزم، ان انا زي ما كان فاكر بتتكلم ان هو السرقه يعني، وان انا كده يعني خدت طب حاجه هو انا كنت اتمنى بس تقولي لنا ايه المحتوى بتاع البرزنتيشن، لان حضرتك بتعيد الكلام بتاع المحاضره اللي فاتت دلوقتي، هل احنا هو هنمشي في نفس السياق كده؟ هي ممكن اوري حضرتك يعني بصه سريعه على لا السلايد. يعني، لا يعني يعني عشان اعرف بس، احنا مش عايزين نعيد اللي انا قلته المره اللي فاتت، وده متسجل ومرفوع على اليوتيوب. من اول هنا كده سلايد ايه، رجعت ايوه من اول اربعه كده،
مثلا يعني سكيب الجزء الاولاني اللي احنا اتكلمنا عنه محاضرة كاملة يعني. تمام. الحاجات اللي بتبقى موجودة في الـ citation، إن أنا أو الـ references كمان، إن أنا بحط الـ author's name. تاني حاجة بحط الـ title بتاع البوك أو الـ article أو الـ journal اللي أنا واخدة منه الـ information بتاعتي. لا انت كده وبعد بتعمل، كده انت كده بتعمل ميكس بين حاجتين، بين السيتيشن والريفرنسز. يعني انت ما أنا عارضة الاثنين. لا انت اهو بتقول السيتيشن كونسيستس اوف، لا دي مش السيتيشن، ديت الـ reference. ده الريفرنس. تمام. طب هسكيب دي يعني، لا مش او هي سكيب دي يعني، ممكن اعدلها نديها تعديلها الوقت عشان ما تنسيش. في السيتيشن هتقولي بدل كلمة سيتيشن تقولي ريفرنسز. تمام. يبقى references يعني consist of the author's name و معاك انت قلم كده بتكتبي بيه، هتيجي هو هسكيب. هتيجي على دي كده وتكتبي ايه؟ ريفرنس. انا بكتبها لك اهو، ظاهرة عندك؟ تمام. ها؟ ظهر. ايوه ظهر. بدل ما نقول كلمة سيتيشن بنقول ريفرنسز، عشان بس انت هنا كده بنخلط خالص يعني بين الاثنين. ماشي. وفيها ال date of publication، اللي في الوقت ال date اللي اتنشر فيه ال paper دي او الكتاب ده، وال page numbers اللي انا واخده منها ال information او ال region بتاع ال information اللي انا خدتها. وبعد كده الفوليوم والايشو نمبر. هما دول انا مش فاهمه هما ايه. الفوليوم لان في بعض بعض المؤتمرات او الجورنال بتصدر المنتجات بتاعتها مش على فوليوم واحد، بتبقى مقسمه المواد بتاعتها او الابحاث بتاعتها، البيبر اللي هتنشرها في كذا فوليوم، بيبقى في كذا فوليوم، فده بيرجع لطريقه النشر او الجهه اللي بتنشر يعني. تمام. ايه الحاجات اللي انا اصلا لازم اعمل لها سايت عندي في البيبر بتاعتي؟ اي فيجرز او ايديز او انفورميشن انا خدتها. لو في مثلا سيريز معينه او كلمات معينه او يعني فريز معينه انا خدتها من بيبر، يبقى انا لازم اعمل لها سايتيشن. طيب يبقى انت دلوقتي بتتكلمي دلوقتي عن السيتيشن، يعني دخلت انت الاثنين سلايدز دول عايزين يتعدلوا يعني، عشان تمام. افصل ما بين السيتيشن والريفرنس. انت رجعي تاني للسلايد اللي قبل كده اربعه، هي دي كانت بدل سايتيشن بتتكلم عن هنا الريفر، دي تمام. ريفرنس، وبعدين دخلت انت تاني على السيتيشن دلوقتي. بس نوضح بس الفرق بينهم. برضو السيريز وكده اللي انا خدتهم منين؟ اللي انا خدتهم من البوكس او الشابت او البوك شابترز او الارتكلز، هو او يا خدتها حتى باشمهندسة، من البيت. أنا مش عايز أعيد المحاضرة اللي فاتت، يعني المحاضرة الجزء الجديد اللي أنت قلتيه بس، اللي هو السلايد رقم 4، ده الجديد في الموضوع. تمام. نبدأ من هنا بقى، نبدأ كده. ماشي. برضه دي مش هي سيتيشن، دي مش سيتيشن، ده اللي أنت برضه العنوان ده مش صح. الريفرنسز. ده الريفرنس ستايل اللي أنت بتتكلم عنه ده. دي طريقة مش كتابة هو هنا. الإيه؟ الريفرنس. تمام. عندنا كذا ستايل، اللي هو الامريكان كيميكال سوسايتي والاي تريبل اي والاي بي اي والام ال اي. تمام. بيبقى الفرق فيهم بيبقى على ترتيب الحاجات اللي احنا المفروض تتحط في الريفرنس اللي احنا متكلمين عليها، اللي هو الاوثر والارتكل تايتل والسورس والفوليوم والبابليكيشن ديت والبيج نمبرز. ده بيكون الاختلاف فيهم، كل طريقة فيهم، وفي كذا طريقة تانية يعني، بس دول الأربعة الكومون يعني. بالنسبة بقى للـ ABA، لو مثلا بعمل citation أو citation وreference للبوك، الـ citation بيكون بكتب اسم الكاتب أو الأوثر والـ date بتاع الـ publication. وفي بقى كذا طريقة يعني، ان انا مثلا احط البيج نمبر اللي فيه الكلمه دي زي الاكزامبل ده كده، ان انا مثلا في نص الكلام از ستيتد مش عارفه ان كذا، بعد كده بحط السنه وبعد كده بحط البيج نمبر. ده كده في السيتيشن. في الريفرنس بقى، لما اجي احطها في الريفرنس بحط اول حاجه الاوثر، وبحط اول حاجه زي ما هنا مكتوب كده، بحط اول حاجه اللاست نيم، وبعد كده احط يعني اللاست نيم هو اللي بيتحط الاول،
تمام، وبعد كده بحط الكوبي رايت هير اللي هي 2007 هنا، بعد كده بحط التايتل بتاع البوك، ولو في هو مثلا البوك ليه كذا اديشن بحط رقم الاديشن اللي واخده منه، وبعد كده بحط الببلشر او الجهه يعني اللي نشر البوك او الجهه اللي نشر البوك، وبعد كده لو في ساعات بيكون في يا اما انا واخده الكتاب ده واخده مثلا من على ويب سايت معين بحط اللينك بتاع الويب سايت ده. انا مثلا ده اكزامبل للريفرنس ليست، اول حاجه حط الاوثر نيم، وبعد كده الكوبي رايت هير، بعد كده التايتل، شاوري بالماوس يا باشمهندس، تشرح هنا حاجة. لو هنا الاوثر، تستخدم الليزر، لو تستخدم الليزر أحسن عشان يبقى واضح. وانا مش متاكد يعني. عندك في أوبشن في ال... أيوه كده تمام. اول حاجه حطيت الاسر، بعد كده الكوبي رايت هير، بعد كده هنا التايتل اوف ذا بوك، وبعد كده هنا دي الببلشر او الجهه اللي ناشره للكتاب. تمام، طيب معلش السؤال، في وانت بتتكلمي كده عن الستايل بتاع انت ليه في ايه؟ الستايل بتاع السيتيشن، وفي نفس الوقت بتشرحي الستايل بتاع الريفرنس، يعني انت بتتكلمي على الجزء اللي هيبقى مكتوب في الليترشر ريفيو، وفي نفس الوقت بتربطي بينه وبين هتنقليه ازاي للريفرنس ليست، صح؟ بالظبط. هنا الانتكست سيتيشن، اه تمام، بعد مثلا لما بس انا بحط كنت اتمنى هنا انك تقولي لي هيترتبوا ازاي في الريفرنسز لما بتستخدمي الاي بي اي ده. ال ABA بيبقى اه الترتيب، يعني ايوه الترتيب من A to Z، بالظبط، ما الريفرنس ليست كان يبقى من A المفروض to Z. تقولي لنا ده في العرض بتاعك تمام، عشان يعني انت انا كنت عارضها في الليتريتشر ريفيو اللي انا عاملاها، انا مستخدمه فيها السيتيشن لا والريفرنس ليست انت بتاعتي. تقولي هنا عشان الناس تفهم، تقولي ان احنا لما نيجي نرتب بقى الاوثرز دول هنرتبهم ازاي في الليست اوف ريفرنسز. ان لما يكون في كذا هنرتبهم اوثر، تمام، ما طبعا ما فيش حد بيعمل اوثر واحد، انت عندك مثلا 20 30 اوثر، فازاي هترتبيهم في الليسته بتاعت الليست اوف ريفرنسز من اي تو زد. من A to Z الفابيتيكال يعني. سوري، تمام، يا ريت. هل ده مكتوب في البرزنتيشن بتاعتك ولا ما لا بس ممكن هضيف، يعني هاخد نفتح اه هضيف هضيف. يا ريت تضيفي الحته دي في المكان ده. ده مكان هنا تقولي بالاضافه للستايل اللي انت اتكلمت عنه ده، ان احنا بنرتب بقى الايه الليسته دي بناء على الالفابيتيكال، لان تمام، ممكن احنا نرتب بكذا طريقه، ممكن نرتب بطريقه الايه اولويه الظهور في الظهور، المتن. يعني ايوه ممكن نقول تمام، مين اللي بدات بيه في المتن بتاعي يبقى ده يبقى رقم واحد في الليسته، انما هنا ايوه احنا لا بنعمل كده الفابيتيكال. يعني الفابيتيكال يمكن اول واحد انا بدات بيه يكون اخر واحد مثلا، يعني مثلا واحد اسمه ايوه زاهر مثلا زاهر، يعني هنا بدل ما كان انت تقول لي as stated in سيريلتو او وات ايفر، يعني بدل سيرتلولا ده كنا نكتب هنا زاهر، يبقى في الحاله دي بالرغم ان انت بدات بيه اول واحد، انما عشان حرف زد ده هيبقى فين؟ هيبقى في اخر واحد. تمام. تمام ماشي اتفضلي. اه وهنا برضو ان انا لما بيكون عندي كذا اسر او اكتر من، يعني اتنين او تلاتة، يعني اكتر من تلاتة، اكتر من اتنين يعني تلاتة او اكتر، بكتب بس اول اتنين، وبعد كده بحط it all اللي هو بقى باقي الاسر. وكان في تيب تاني لو في اكتر من ثلاثة، بحط اول اسر بس. اه مش اول اتنين، اول واحد بس وبعد كده اول ايت اول. ماشي، يتقال معناها ايه؟ ان هو بقى فيه بقى كذا اسس تاني and يعني. others and others. في غلطة في الشريحة اللي فاتت دي، ايوه دي فيها غلطة. تعرفي ايه الغلطة بتاعتها؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه كده انتر عشان ندخل على الشريحة 10. اه ايه الغلطة اللي هنا في الشريحة دي؟ ان هي بدأت بلانك كده، اه ده كان لازم العنوان ده لازم يكون موجود. اي حاجه تكون موجوده، ما نبداش الشريحه بيضه كده. تمام، ماشي، هنا برضو جبت اكزامبل تاني اللي هو بتاع الاي بي ايه، اللي هو برضو في اول حاجه الاسر، وبعد كده الير، وبعد كده
التايتل اوف ذا بوك، بعد كده هنا ال الجهة اللي نشرة للبوك يعني. لكن في الـ MLA كان هنا بيبقى ترتيب مختلف، هنا الأسر، وبعد كده هنا ال اه هو الأسرز يعني. هنا بيبقى كاتب اللاست نيم، وبعد كده الفيرست نيم، هنا بيبقى كاتب برضو، بس هنا بيحط اختصار، وهنا بيحط الاسم كله في الام ال اي ده في اسم الأسر. وبعد كده بحط التايتل اوف ذا بوك، وبعد كده الجهة الصادرة، وبعد كده بحط الير. طيب تمام. يعني هنا الترتيب بيبقى مختلف. لكن ده كنت بعمل citation وreferences للreferencing للبوك. لبوك لكن في الجورنالز والارتكلز بالنسبة للانتكست citation بيبقى نفس الكلام، تمام؟ يعني نفس الستايل يعني، ما بيختلفش. لما باجي احطها بقى في الريفرنس ليست، بحط اول حاجة الاوثر نيم او الاوثرز نيمز يعني، وبعد كده بحط الير، بعد كده title of article، وبعد كده بحط ال انا مش فاكرة دي كانت ايه، النيم اوف ريدي كده. يعني ممكن يكون نفس الجورنال بيبقى عنده كذا فرع بيشتغل فيهم، بينشر يعني مثلا في الماتيريال ساينس، بينشر في الاي اي، بينشر في مجالات مختلفة، فدي اسم البريوديك اللي هو منزلها يعني. تمام. وبعد كده الفوليوم والاش نمبر، وهنا البيجز اللي انا خدت منها الانفورميشن بتاعتي، وهنا برضو الـ URL بتاع الويب سايت اللي انا باخده، لو من ويب سايت يعني بحط الـ URL بتاعي زي الاكزامبل ده كده. اول حاجه هنا الاسر نيم، وبعد كده الير، وبعد كده النيم اوف بوليتيكال، او بعد كده التايتل، لا ثانيه، هي دي كده لها النيم، التايب اوف ذا ارتكل، وبعد كده الفوليوم والايشو، وبعد كده اليو ارتكل، وهنا ديت النمبر اوف بيجز بتاعت الارتكل. البيج نمبر اللي انا خدت منه الجزء بتاعي ده او اللي فيه بالظبط، هي نفس التب برضه بتاعت ازاي بقى ان انا اربط مينلي ان انا اعمل لما اجي اعمل سيتيشن ريفرنسنج للارتكلز او البوكس اللي انا واخده منها في البيبر بتاعتي. انا اول حاجه بعد ما بدخل على جوجل وبنزل مندلي وبعمل له يعني بسطبه عندي على الجهاز. هي هنا الصوره مش واضحه صح؟ لا واضحة قدامي مين اللي واضح؟ لا اصلا انا دخلت على مندلي. الباور بوينت بس هو اللي واضح. انت هتعمل ايه؟ تخرج من الشير وتعمل شير جديد. كده واضحة صح؟ اه لما باجي هنا من تولز بقدر هنا اربط المندري بالوورد بتاعه بمايكروسوفت وورد، وهنا بقدر اربطه بالويب. لما اجي اربطه بالويب ده عشان انا مثلا لو في عندي يعني هنا مثلا لو انا عايزه اعمل ريفرنس للارتكل اللي موجوده في البيج دي، مثلا الارتكل اللي موجوده هنا لو انا عايزه اعمل لها سيتيشن، او اخد ادخلها عندي في الريفرنس بتاعتي في مندلي، فهنا لما انا بدوس على مش عارفه لما بدوس هنا على ويب امبورتر، تمام، ببدا ان انا ايه يعني اخلي الويب امبورتر ده يبقى موجود عندي، بيتثبت هنا في كروم يعني، بحيث ان انا ايه اي بيج عندي عايزه فيها بيبر عايزه اعمل لها ادخلها في الريفرنسز عندي على مندلي، بقدر بسهولة إن أنا أعمل هنا، وهو بيدور إيه الريفرنس الموجود هنا وبيطلع لي عارفة النت. يعني كنا نتمنى الأول تقولي لنا ازاي بنيت اللايبرري بتاعتك اللي هي أولى يعني. ليه؟ أنا هنا أيوة. يعني أنا كان عندي في أنا عملتها بالطريقة دي، إن أنا دخلت على الـ AKP اللي هو الـ Egyptian Knowledge Bank، وبعد كده جبت الـ papers أو الحاجات اللي أنا عايزة أدخلها عندي، تمام؟ وبعد كده لو في حاجات انا نزلتها طب عندي أنا بدوس عايزك توري للزملاء ازاي أنت عملتيها من الأول يعني.
كأن احنا بنضيف، يعني قولي انت هتضيف واحد، كأنك بتبدأ اللايبرري من الأول خالص، لسه ماشي، اللايبرري لما فاضي. ما كانش في هنا اي حاجه، فكان ايوه في ممكن ان انا اعمل اخد مثلا يعني مثلا هنا اخد اي ارتك او اي بي دي اف هنا، وبعد كده اعمل له ايه دراج هنا. دي طريقه تخديم من عندك، من الفولدرات اللي عندك يعني، من الجهاز ده لو هو عندي على لو الجهاز، عندك على الجهاز. او برضه من ادمين. تمام. اي او بقى بالطريقه التانية اللي انا كنت برضه بشتغل بيها، ان انا باجي على انا مثلا دخلت هنا من ايجيبشن نوليدج بانك، جبت ايه الارتكل ده عايز ادخله عندي، فانا لما دخلت هنا انا عشان كده كنت بوري اللي هي التولز، بعد كده عملت انستول مندلي ويب امبورتر، ان هو بيبقى عندي بدخل على اي ويب وبقدر منه ان هو بيمبورت طيب الارتكل ده يدخلها لي. انت لو ما دخلتيش على الويب وانت جوه المندلي وعايزه تعمل سيرش على بيبر، هو هيعمل لك سيرش، وبعد كده عجبتك تقوم تضيفيها لللايبرري بتاعتك. ممكن. ايوه يعني فعلا. وانت بتكتبي الفيشر ريفيو بتاعك وبعدين عملت سيرش على بيبر معينه، هو بيطرح لك مجموعه من البيبرز، مش كده؟ ايوه تقدر تورينا حاجه زي كده؟ لا، ما انا ما جربتهاش، طيب ما جربتهاش. تمام. تمام. فلما بقى جيت اكتب الريفريش ريفيو بتاعتي، عندك تمام. لايبرري، سواء جبتها من اي مصدر في النهايه بقى عندك لايبرري، بالظبط. مظبوط؟ ايوه يا باشمهندس اتفضلي. بس رأيك كده ممكن تدخل الموبايل بتاعي؟ هو ده عيب زوم، عشان كده انا بفضل تيمز، وكنت عايز اعمل جروب على تيمز، بس انتوا ما بعتوليش الايميل كلكم يعني. ماشي، تمام يا دكتور، اكمل. لا تفضل. فانا هنا عندي مثلا الارتكل دي انا عايزه احطها ازودها لللايبراري بتاعتي في مندلي. فانا مثلا هنا هو لقى ان في جورنال ولقى في ويب سايت، فانا هو عايزني اخد الويب سايت ولا اخد الجورنال، فانا هاخد الايه الويب سايت ده وايه هعمل له سيلكت واقول ايه ات مندلي. لما هدخل بقى على اللايبراري بتاعتي، المفروض ان انا هلاقيه. كنت انا بقول لك قبل ما الزوم يقفل علينا، كنت بقول لك نقدر نشير اللايبرري بتاعتك دي مع الاذرز، يعني اللي هو ازاي تكوني جروب عندك اهو على ممكن. الشمال، جروب كان اهو نيو جروب نيو وفي جروب، وهتدي له اسم وتضيفي ليه، بحيث ان هم يشوفوا اللايبرري بتاعتك دي. ممكن نطلب منك تعملي الحكايه دي، تمام. مش وتضيفي تمام. الممبرز اللي معانا على الواتس هو كلهم. ممكن يبعتوا لي اسمهم على مندلي ودف. تمام. بس ده بالنسبة لي. لما جيت بقى هنا عشان اللي في بتاعتي وانا بكتبها عايزة اعمل citations لبيبرز عندي، خلاص انا جبتها حطيتها في اللايبرري في بتاعتي. اللايبرري بتاعتك. ايوه. تمام. فانا جيت هنا على references. عايزة هايبر. لما هدخل على references هنا، انا لما نزلت مندلي دي هنا برضو من نفس التولز دي، ان انا هربطه بالمايكروسوفت عندي. تمام، تمام. هدخل هنا واعمل له انستول تلقائي. عشان يظهر في المنيو بار كأيكونة. بالظبط. ماشي. وريها لهم، فلما اجي اعمل وريها لهم كده ظهرت فين. هي ظهرت هنا، ايوه هي دي، وريها لما لهم دي دخلت في بقى. الريفرنسز اه هي تبقى موجودة. بالظبط، اول ما تمام. تظهر دي عندي في المايكروسوفت وورد، يبقى اقدر اتعامل مع مندلي من خلال الوورد. بالظبط. هو هيكون كده، يعني هي تكون كده عادي. وبعد كده انا بقى هاجي اعمل ايه، لما اجي اختار مندلي سايت هيبدأ بقى ان هو يجيب لي كل الريفرنسز اللي عندي موجوده في اللايبراري. تمام. هقدر اعمل سيرش، ولو انا عامله كذا لايبراري هعمل لهم يعني فلتريشن. تمام. بس وهبدأ احط المكان اللي انا عايزه احط فيه
البيبر بتاعتي يعني، او المكان او الريفرنس بتاعي، فهدوس هنا هختار مثلا في هنا كده، وبعد كده هدوس ايه سيف تشينجز، وهو هيحطه لي ده لو انا ايه، وممكن يعني اغير الستايل بتاع السيتيشن. الستايل بتاع بالظبط، وريهم كده غيرنا الستايل كان ازاي وبقى ازاي لما غيرنا. مثلا لا الريفرنس يعني اعمل ايه الريفرنس، انت عندك كام واحد في الريفرنس؟ طبعا انا واحد كل بس؟ ريفرنسز، لا انت انا عندك عندي واحد. 4 طيب ده الوضع الحالي بانه ستايل اللي هو شيكو الاي بي اي. الاي بي. طب غيري كده ووريهم الفرق. تشينج الستايل مثلا، لو اخترنا اي تكتب ايه، شوف اللي هيتغير في الريفرنس. غير لي حتى الترتيب شفت كل حاجة وحطهمها لي. اتغيرت. لا شوف بالظبط ورينا اعملها تاني عشان توريهم ان ازاي العملية تبقى سهلة جدا. زي ما قلنا قبل كده تمام. لو في جورنال طالب ستايل معين او طالب طريقة معينة مش لازم اعيد الكلام كله تاني، انا مجرد ان انا انا ارجع تاني في ايه؟ ارجع تاني. وفي عندنا كام واحد بقى كام ستايل عندك هنا؟ اعرضيهم بس كده عشان نشوفهم. في الاي اعد بي اي كده. ايوه والدبل اي، اثنين فانكوفر ثلاثة اربعة امريكان خمسة مش عارف ايه. شوف كام واحد، انزل بالمسطرة لتحت غيري اي واحد فيهم كده. امريكان بوليتيكال اخر واحد مثلا. أغير لي برضه الشكل الصوتي. بالظبط كده. أنا أصلا بقى لما أجي أنا خلاص عملت السيتيشن بتاعتي هنا، أنا الريفرنس عندي، الريفرنسز عندي هنا ما كانتش موجودة تمام. هو فبعد اوتوماتيك، كده اوتوماتيك هو اللي هينزلها. هو لأ يعني أنا ما كنتش لسه عاملة الليست بتاعت الريفرنسز دي، يعني هي ما كانتش طب موجودة امسحيها خالص كده وخليه هو يعملها تاني ووريها لهم. لسه هناك كده. عملنا بس. وبعد كده هاجي يعني انا خلاص مسحت، انا بقى خلاص خلصت السيتيشن بتاعتي كلها في الليتريتش ريفيو، عايزه ازود بقى ايه الليست فاهمين يا بتاعتي شباب؟ واحط. يا شباب فاهمين اللي هي بتعمله ده؟ تمام يا دكتور. طيب باشمهندس احمد زكريا انت فاهم اللي هي بتعمله ده؟ فاهم اللي هي بتعمله ده؟ ايوه يا دكتور. ايه اللي قدامنا دلوقتي اللي هي عملته النص صفحة ده عبارة عن ايه؟ الصفحه دوت عملت للريتريتشر ريفيو عن المقالات اللي هي جابتها قبل كده وهنا والحاجات اللي كاتبة قبلها الايه؟ اشتغلت وهنا فيه. اللي هي كاتباه ده اسمه ايه؟ اللي في الاول اسمه للريتريتشر ريفيو، واللي تحت اسمه ده سايتيشن. لا اللي احنا اللي مكتوب ده اللي هي الاسماء اللي موجودة دي. نجازة اند بان 2020 ده ايه ده؟ هو فين اهو دوت اسم البيبر او المكان اللي كاتب ده منه الكلام السيتيشن. ده؟ ده السيتيشن واحد، ده السيتيشن اتنين. شاور يا باشمهندس كده، ده سيتيشن اتنين. انزلي تحت كده، ده سيتيشن اتنين تاني. وريه وريهم يا باشمهندس. ده واحد ده واحد، وده فاهمين يا اثنين. شباب؟ ده اتنين، فلان قال كذا ده وفلان قال كذا. ثلاثة. ده تلاتة، ده اسمه السيتيشن. احنا دلوقتي هي كاتبه عنوان اسمه الريفرنسز، عايزين بقى نجيب السيتيشن دي نعمل لها ريفرنس هنا. وريهم بقى يا باشمهندسه كده. هلاقي في هنا عندي 3 دوتس جنب بعض، فهقول له insert bibliography ماشي، وهو بقى هيحط لي البيبليوجرافي كده ويرتبهم بقى زي ما احنا اتكلمنا في الـ ABA، بيرتبهم ترتيب ايه ما من كتبناش الليتر احنا ريفيو اي حاجه، ما احنا بس الريفرنسز اي دي احنا حاجة. ما كتبناش اي حاجه. هو خد السيتيشن اللي في الانتكست ده وعمل لي هنا الريفرنس وهيعمله. وغير غيري بقى وريهم تاني من الاول بقى، وانت لما اجي بتغيري اغير الستايل. الستايل هتلاقي هنا في السيتيشن سيتنج تشينج الستايل، لو جيت مثلا غيرته الاي تريبل اي تمام ممتاز. انا بقى يا باشمهندس بس عشان يكتمل بس البرزنتيشن الجميله اللي انت عاملاها دي، عايز هفوكس على الايه، ازاي انت عملتي طبقتي الكلام اللي قلناه الاسبوع اللي فات على الليتريشر ريفيو ده. لا انا خليكي في مزوداها في البرزنتيشن يعني، ده، اللي هو لا انا مزوداها عايز اشوف طبقتيها هنا في الصفحه او نص صفحه دي اللي انت ارجعي تاني، ارجعي بالنسبه تاني للليتريتش ريفيو يعني. للوورد. ايوه فين بقى الجاب وفين الكونتراست وفين الطرق اللي احنا اتكلمنا عنها؟ ممكن تقري لنا كده، ولا انت عملت مجرد سامري زي ما قلنا اللي هو الميستيك الكبيره اللي احنا بنقع فيها، ان احنا مجرد نقول فلان عمل وفلان عمل وفلان سوى وفلان قال وفلان اختبر وفلان جاب وفلان وده، ولا قلنا ما فيه عشان بقى انا ما عنديش يعني، انا اتكلمت ان الريسيرش بتاعي انا المفروض عايزه اعمل فيه ايه،
ان انا هستدي الايفكت اوف ديفرنس او ديفرنت هيت تريتمنت على الهاي كروميوم وايت كاست اير. تمام. وجبت بقى اصلا البيبرز التانية كانت عملت ايه في يعني استخدمت الهيت تريتمنت انا كنت عايز وايه. تعملي لي هايلايت دلوقتي على الاكشن فيرب، عارفه الاكشن فيرب اللي انا قلت عليها اللي هي ايه؟ ان انا بعد ما هم عملوا انا بقى هعمل ايه اي هم الاكشن فيرب، اديني امثله ليها كده. اللي هي الجو او وايلد. ايوه يعني مثلا هنا مثلا هنا ايوه في عامله وايلد. طب عملت هنا نوع من الكونتراست بينهم، قولي لي كده عملت ايه، اديني مثال بس صغير، اقري لي بس ماشي. الكونتراست اللي انت عملتيه. مثلا هنا كان ان هنا عشان ثانيه اخلي بس السيتيشن مختلف. 3 ما يجراش عليه، هو مش وحش، 3 ريفرنس، 3 ايا كان هو ماشي. مين يعني. يعني عمل يعني درس الانفلونس بتاع الديفرنت كولينج ميديا. ايوه. تمام. على الهاي كروميوم وايت كاست اير. تمام. وكان الريزلت بتاعته ان الاير كولينج لما عملها فولوينج بالاميرشن في السي او 2 تمام قللت له الاستنايت وبالتالي خلت ان هو ايه الهاردنس بتاعته كويسه والوير ريزيستنس بتاعته كويسه. تمام. لكن لما جه الريفرنس لا انا الرابع ده شايف كده كلمه كلمه هنا دي من عندك ولا هو اللي كاتبها؟ but اللي هي not ايه؟ completely، but not completely اهي بالظبط دي من عندي. دي من كويس. طب ما اعملي لي هايلايت ليها دي، اعملي لها خليها غيري لونها، but not complete اهي. فمش لا لا الموضوع يعني. لا لا لا، اخر السطر من اول but. ايوه 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 بس نوت كومبليت. but not complete. يا ريت بس كنت تقولي ازاي not complete، يعني كملي بقى عشان تبقى فعلا هتقولي however the study was not including كذا and is considered as incomplete in that regard. يعني انت برضو ما قلتيش not complete في اي اتجاه، ايه اللي ما خدتوش، ايه اللي ما عملتوش، ايه اللي تجاهلته، اللي لا تجاهله. هو وهنا ان هي يعني هي بات نوت كومبليتلي دي ان هي خلت عملت ريتيند للاستنايت بس مش بشكل كبير. لكن لما جه بعد كده الريفرنس اللي بعديه يعني خلى يعني خلى الجمع لما عمل له طريقه تانية. تمام. ان هو عملها بدل عملها اميرشن في السي او 2 عملها اميرشن في النيترايت ميكتشر. تمام. ده زود ان هو عمل يعني زود الريتيند استنايد وبالتالي ان هو ايه يعني هنا غير يعني هنا كان مستخدم الاميرشن في السي او 2 لكن هنا عمل طريقه اميرشن مختلفه فزودت لي احنا الهاردنس. عايزين نعمل فوكس اكتر على الكونتراست ده. يعني انت بتحكي الكونتراست بتحكيه، انت بتحكيه بس انا ايوه كنت بس يا ريت كنت تكتبيه يعني توضحي عموما برضو محاولة كويسة جدا، يعني ده اللي انا كنت اقصده، من ان احنا ما يبقاش مجرد ان احنا عمالين نحكي قصص وفلان عمل وفلان ودى، ويعني انت قلت استخدمت هنا while but not completely، ده اللي انا اقصده، ان احنا دايما نبص على الايه، ما يبقاش يكون في كونتريبيوشن لنا ونربط ونعمل كونتراست ونعمل مقارنات ونوضح ان في فلوز او في جابس موجوده في الابحاث دي، ونجد لنفسنا سكه بقى نقول ان احنا ايه. طب في الاخر انت قلت ايه بقى هنا؟ ايه السكه اللي اتيها بقى، اللي انت بقى هتيجي بقى تعوضي كل الكونتراست ده وكل ما هي ما ده بقى محتاج ان انا كنت هشوف بقى طريقه يعني طريقه بقى تانية بس او طريقه تانية او اجمع ما بين طريقتين. بس انا بقى لسه يعني دي حاجه بقى هتعتمد على الريسيرش اللي انا هعمله او مش هتعتمد يعني هتعتمد على التجارب اللي انا هعملها. طيب انا تمام، دي ما كنتش عندي فكره عشان ازودها. يعني محتاجة شوية جهد كمان. هي محتاجة مش غير شوية جهد كويس يعني ان انا بقى يعني ادور بقى في الريسيرش اكتر عن الموضوع ده بقى يعني ان انا هشتغله بقى. يعني انا مثلا الاكشن اللي انا هعمله ما هو اكشن مثلا ان انا هستخدم طريقة تانية مثلا. طب الطريقة التانية دي بقى اللي كانت محتاجة ريسيرش اكتر كتير. طيب كويس. عايزة تقولي حاجة تاني؟ لا انا تمام كده. البرزنتيشن خلصت كده؟ البرزنتيشن بس كنت حاطه فيها بقى ال يعني سكرين شوتس بقى من اللايبراري بتاعتي في مندلي
تمام، وكنت بقى هحط بقى الستبس بتاعتي، يعني مثلا ازاي اجيب ربط المندلي بالورد، تمام. كنت بقى هحط الستبس بقى التانية كانت فيها ازاي اغير الستايل، وازاي ان انا اربطه بالورد، وازاي ان انا اربطه بالويب. يعني كان فيه 2 سلايد كانوا طيب تمام، ممتاز، شكرا يا باشمهندس زمر. شكرا طيب دكتور. في حد تاني يا شباب عايز يعرض حاجة؟ في حد تاني جاهز حاجة عايز يعرضها؟ الحقيقة الجهد بتاع المهندسة ماريا ممتاز جدا، وهو يعني في الاتجاه اللي أنا طالبه، ويعني تقريبا حققت نسبة كبيرة جدا من المطلوب، بس هي مطلوب إنها بس تكمل بقى الإيه، تضيف للبيتشر ريفيو يعني بعض الريفرنس الأخرى، وتبدأ بقى توجد لنفسها سكة تقول يعني إن هي ناوية تعمل إيه بناء على الدراسة اللي تمت دي، والفلوز والجابز والحاجات اللي محتاجة إن هي تستكمل، وإحنا بناء عليه أنا هشتغل في المجال ده أو هشتغل في النقطة دي. حد تاني يا شباب عنده حاجة يحب يضيفها؟ طيب مين هيجهز بقى الأسبوع الجاي إن شاء الله؟ عايز إن شاء الله لما نتقابل المرة الجاية يكون كله جاهز، يعني يكون كله معايا اللابتوب بتاعه ومعاه مندلي، ويطبق الكلام اللي المهندسة مريم دي قالته واللي موجود عندكم في الفيديوهات اللي أنا منزلها، ويعمل لنا الليترشر ريفيو كامل فيه كل ما يشرحليش المحاضرة اللي أنا شرحتها، لا لا، يقول لي بقى يطبق في ان هو يجهز لتريش ريفيو في السيتيشن، وفي الاخر يبقى فيه ريفرنسز ويستخدم فيه مندلي. يعني عايزين نتكلم بقى على التطبيق، يعني كلنا نطبق زي ما المهندسه مريم كده، بس ان ايه نتوسع شويه في عدد البيبرز عشان يبقى في عندي فرصه ان انا اعمل مقارنات واعمل كريتيسيزم واعمل كونتراست بينهم، وأقارن بين شغلهم، وأطبق الكلام اللي أنا قلته بقى الإيه الأسبوع اللي فات، ونستخدم بقى الأساليب اللي إحنا إتكلمنا عنها، سواء هنستخدم كرونولوجيكال أو ميثودولوجي أو أناليتيكال، يعني توضحوا لنا برضو الحاجات دي وأنتوا بتستخدموها إزاي نستخدمها. المهندسة مريم ما قالتش في الريتشر ريفيو بتاعتها هي استخدمت أي نوع من أنواع الإيه الاستراكشر بتاع الليتريتشر ريفيو، هل استخدمت الكرونولوجيكالي ولا الميثودولوجي ولا الاناليتيكال، الكلام اللي احنا قلناه في المحاضره، فبرضه نبقى نوضحه ونقول انا استخدمت، ممكن اعمل ميكس بينهم يعني زي ما قلنا قبل كده. هو اعتقد اللي انا كنت مستخدماه كان الميثودولوجي، ان انا ماشي، شفت الميثودولوجي كنت تقولي كده برضه يعني وانت بتعمل البرزنتيشن تقولي انا استخدمت الميثودولوجي، وده مش مشكله مش عيب يعني. وعشان كده لان انا احيانا برضو بيبقى عندي في الليتريتشر ريفيو يفضل جدا ان يكون عندي في الليتريتشر ريفيو بتاعي كذا ميثودولوجي، يعني ده اتجاه معين الناس استخدمته، في ميثودولوجي تانية في مجموعة تانية استخدمت ميثودولوجي تانية بطريقة تانية عشان تعمل يمكن نفس الافكت في الاخر، او تحصل على نفس الريزلت في الاخر، او نفس المنتج في الاخر، او نفس الكاركترستيك في الاخر، بس عملوها بطريقة تانية بميثودولوجي تانية. فالمفروض الليترشر ريفيو بتاعي يكون متنوع برضه في الاتجاهات العالميه المختلفه، لان الناس كلها مش بتشتغل في مجال واحد او بتعمل نفس الاسلوب او بتشتغل بنفس الطريقه، اكيد في مدارس، فنحط في الليترشر ريفيو بتاعتنا مدارس متعدده. فاتمنى ان شاء الله يا باشمهندس تعدلي بقى الايه الليترشر ريفيو بتاعك ويبقى مكتمل، وتعرضيه علينا برضه الايه المره الجايه مع بقيه الزملاء، مفيش اعفاءات يعني. المره الجايه اقيم بقى، يعني انا اديت فرصه المره دي، انما المره الجايه هدي بقى ايه تقييم، فلان عمل فلان ما عملش، والمره دي يعني احنا ايه نتجاوز، كل سنه وانتم طيبين، واول مره يعني نتقابل، فانما المره الجايه يكون ايه في ريزلت، يعني في نتائج، ان كل الناس تكون ايه تكون جاهزه. وهرفع طبعا البرزنتيشن دي عشان الزملاء اللي ما حضروش برضو يكونوا ملزمين، يعني ما يجيش يقول لي انا ما حضرتش المره اللي فاتت، لا انت ما حضرتش المره اللي فاتت، انت تشوف احنا عملنا ايه وتكمل المطلوب. ماشي يا شباب؟ تمام تمام. يا دكتور، طيب كل سنه وانتم طيبين، والحقوا اعملوا الفطار بقى، مع السلامه. حضرتك طيب يا دكتور، مع ألف سلامة.